أهلا بكم طلبة الثانوية العامة وطلبة الثانوية الأزهرية، أتمنى تكون ذاكرت الموضوع الأول والتاني والتالت والرابع والخامس. النهاردة احنا وصلنا لغاية الموضوع السادس وهو الروابط الكيميائية. أنت درست في سنة تانية الروابط الكيميائية والروابط الفيزيائية. احنا النهاردة هناخد مع بعض وهنراجع علشان الناس اللي ما ذاكرتش حاجة في سنة أولى ولا ذاكرت في حاجة في سنة تانية، علشان نظام التابلت النظام الجميل اللي خلاك ما تذاكرش أي حاجة، بس احنا مع بعض نحاول نفتكر مع بعض الحاجات بتاعت الروابط الكيميائية والروابط الفيزيائية. يلا ركز معايا، روح هات الأدوات بتاعتك، هات الكتاب اللي هي المذكرة بتاعت الكورس الأساسيات، هات الورقة وهات القلم والكشكول كده علشان تقدر تتابع معايا في حصة النهاردة. تعالوا كده نكمل مع بعض الموضوع السادس او الحلقة السادسة. افكركم كده احنا خدنا في الحلقة الاولى، اللي ما سمعش الحلقة الاولى، ازاي اكتب مركب. الحلقة التانية ازاي اكتب معادلة واوزن معادلة. الحلقة التالتة خدنا وصف مختصر للجدول الدوري. الحلقة الرابعة اتكلمنا كمان فيها عن التوزيع الالكترونات وازاي اعمل توزيع الالكترونات. الحلقة الخامسة اتكلمنا فيها عن الأكسدة والاختزال وعن أعداد التأكسد. الحلقة السادسة دي بنتكلم فيها عن الروابط. أي تفاعل كيميائي بيحصل كسر في الروابط علشان يتكون روابط جديدة في النواة دي. طب خلي بالك ان في روابط، الروابط دي بتنشأ عن بين مين؟ بتنشأ بين الذرات. ازاي؟ عن طريق تفاعل الالكترونات اللي هي المسؤولة عن الخواص الكيميائية. وعندك كده في نوعين من الروابط، في روابط كيميائية اسمها الروابط الايونية والتساهمية والتناسقية ودرستها في تانية ثانوي، وعندنا روابط فيزيائية دي مسؤولة بتنشأ بين الجزيئات ودي مسؤول عن الخواص الفيزيائية المركب زي الروابط الفلزية والهيدروجينية. طب تعالوا كده نشوف مع بعض نبذة مختصرة، احنا مش هنشرح شرح كامل للروابط، لكن هناخد نبذة مختصرة عن الروابط الأيونية. الروابط الأيونية فلز مع لا فلز يحصل ما بينهم تجاذب كهربي بتكون رابطة أيونية، بنسميها العناصر اللي بتقع بين طرفي الجدول، عناصر من 1A مع 6 و7A، عناصر من 2A مع 6 و7A، فرق السالبية هيبقى أكبر من 1.7، يبقى الرابطة دي أيونية. طب الرابطة التساهمية دي، الرابطة دي بتتم بين الفلزات مع بعضها، لكن الأيونية بين الفلزات دي كل ذرة بقى بتعمل ايه؟ بتشارك، علشان بتشارك الذرة التانية علشان يوصل لأقرب غاز خامل. زي الروابط التساهمية النقية، جزيء الأكسجين، جزيء النيتروجين، جزيء الهيدروجين. تساهمية قطبية زي HCl، زي H2O، زي HF، تساهمية قطبية. طب غير قطبية زي مثلا الرابطة اللي موجودة بين C والH في جزيء الميثان. وكمان عندك الروابط التساهمية في منها أحادية اللي كل ذرة بتشارك بالإلكترون، ثنائية كل ذرة بتشارك باتنين إلكترون، ثلاثية كل ذرة بتشارك بتلاتة إلكترون. وخلي بالك لو لقيت رابطة أحادية في التساهمية اسمها سيجما، رابطة صعبة الكسر. لو لقيت رابطة ثنائية واحدة سيجما والتانية باي ضعيفة سهلة الكسر. لو لقيت رابطة ثلاثية واحدة سيجما واتنين باي سهلة الكسر. دول بنسميهم روابط أيونية وتساهمية. في رابطة تانية اسمها رابطة تناسقية، دي بقى الدور كله بيقوم على مين؟ على ذرة واحدة، لكن التساهمية جاية من المساهمة، جاية من المشاركة، كل ذرة بتشارك علشان توصل لأقرب غاز خامل. زي بالظبط مثلا انت وصاحبك رايحين تشتروا مثلا حاجة، فانت مش معاك يكمل الحاجة وصاحبك مش معاك يكمل حاجة، فتقول له خلاص انا هساهم وانت هتساهم واحنا الاتنين هنساهم وهنشارك مع بعض ونشتري الحاجة الفلانية دي. لكن هتفترض انت ماشي مع واحد تاني بس غني شوية ومعاه فلوس، يروح يقولك ايه خلاص سيبك انت انا مش هاخد منك فلوس، انا اللي هدفع كل الفلوس وانت اللي هتاخد مننا نشتريه. فالرابطة التناسقية الدور بيقوم على ذرة واحدة، الرابطة التساهمية الدور بيقوم على الذرتين. فالذرة اللي بتدي الزوج بتاع الالكترونات اسمها ذرة مانحة، واللي بتستقبل الزوج اسمها ذرة مستقبلة. هديك مثال حالا بعد ما خلص الجزء النظري.
الرابطة الهيدروجينية دي رابطة بتنشأ بين الجزيئات لما بتقع ذرة الهيدروجين بين عنصرين سلبيتهم الكهربية كبيرة زي عنصرين الفلور الأكسجين النيتروجين زي مثلا الروابط بين جزيئات المية الروابط بين جزيئات HF كل هذه اسمها روابط هيدروجينية. طب ايه حكاية يا مستر الرابطة الفلزية؟ الرابطة الفلزية دي بتتحدد القوة بتاعتها منين؟ من الكترونات التكافؤ. يعني ايه الكترونات التكافؤ؟ يعني الكترونات اخر مستوى، يعني الالكترونات اللي موجودة في المستوى الاساسي الاخير اسمها الكترونات التكافؤ. كل ما بيزيد الكترونات التكافؤ بيزيد الرابطة الفلزية وبيزيد الصلابة وبيزيد درجة الغليان. اديكم شوية امثلة، صوديوم 11 281، مغنيسيوم 12 282، ألمونيوم 13 283. كل ما زاد عدد الالكترونات في اخر مستوى كل ما زادت الرابطه الفلزيه. يبقى مين اكتر قوه في الرابطه الفلزيه؟ ايوه انا سامع حد بيقول الالومنيوم علشان اخره 3 يا مستر في المستوى الاساسي الاخير. طيب مين اكثر صلابه؟ الالومنيوم يا مستر، يعني الصوديوم سهل اقطعه بالسكين. المغنيسيوم يبقى اصعب شويه، الالومنيوم اصعب خالص. طب الحديد أصعب ليه؟ لأن الإلكترونات التكافؤ اللي فيه كبيرة. تعالوا كده مع بعض نشوف بعض الأمثلة. تعالوا كده ناخد بعض الأمثلة على الروابط. احنا قلنا من شوية ان في نوعين من الروابط، روابط كيميائية وروابط فيزيائية. الروابط الكيميائية قلنا اسمها أيونية وتساهمية وتناسقية، والروابط الفيزيائية قلنا عليها روابط تناسقية وفلزية. تعالوا نبدأ اول حاجة بالرابطة الأيونية. الرابطة الأيونية بتتم بين فلز ولا فلز، موجب وسالب، واحد يفقد وتاني يكتسب. تتم بين عناصر اطراف الجدول، ده عنصر في واحد ايه وده في سبعة ايه، فرق السالبية اكبر من 1.7 زي ما خدت في سنة تانية، يبقى المركب ده ايوني. كالسيوم في المجموعة 2 ايه من غير ما تحفظ، لو انت رحت للجدول الدوري 2 ايه وده في 6 ايه، يبقى دي رابطة ايونية. فلز ولا فلز، 1 ايه و7 ايه يبقى دي رابطة ايونية، 2 ايه و6 ايه يبقى رابطة ايونية. يبقى من غير ما تحفظ تعرف ازاي الرابطة الايونية، اي عنصر في 1 ايه و2 ايه مع 6 ايه و7 ايه، اي عنصر من دول مع اي عنصر من دول يديك الرابطة اسمها رابطة ايونية. تعالوا نشوف الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية في تساهمية نقية، جزيء O2 الاكسجين، H2 N2 F2 كل الجزيئات اللي فرق السالبية بينها بيساوي صفر. او عندك حاجة تانية برضو اللي هي اي حاجة فيها هيدروجين، HCl H2O خلاص NH3 كل دي عبارة عن مركبات تساهمية بيسموها تساهمية قطبية. طيب عندي كده في التساهمية في حاجة اسمها روابط سيجما وروابط باي. يعني لو انا عملت مثلا الميثان CH4 سي وعندي 4 اتش، ادي واحدة اتش وواحدة اتش وواحدة اتش وواحدة اتش، ده هيدروجين وده هيدروجين وده هيدروجين وده هيدروجين. الهيدروجين عبارة عن الكترون واحد. طب والكربون اخره 4، انا باخد الكترونات التكافؤ. فالرابطة التساهمية بتتم بالمشاركة زي ما قلنا من شوية، لو انت رايح تشتري مثلا حاجة انت وصاحبك ومش معاك الفلوس اللي تكمل تمن المنتج اللي انت عايز تشتريه، صاحبك يقول لك انا معايا 2 جنيه وانت تقول انا معايا 2 جنيه، حطوا الاتنين على بعض يبقى انتوا شاركتوا بعض تشتروا الحاجة وتستمتعوا فيها بقى وتاكلوها مع بعض وتشربوها مع بعض. نفس الكلام، العنصر ده بيساهم والعنصر ده بيساهم فيعملوا رابطة تساهمية أحادية. تساهمية أحادية، تساهمية أحادية، تساهمية أحادية. يبقى إذن الكربون في 4 روابط تساهمية أحادية. أي تساهمية أحادية بنسميها رابطة سيجما. تعالوا ناخد مثال زي مثلا C2H4 الإيسيلين، آدي سي وآدي سي ذرتين كربون، هيدروجين 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 هيدروجين.
الهيدروجين الكترون 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 الكترون، الكربون أربعة، بص هنعملهم ازاي، ادي أربعة الكترون، اتنين تلاتة أربعة الكترون، اتنين تلاتة أربعة، كل واحد هيساهم، يبقى دي رابطة تساهمية أحادية، تساهمية أحادية، تساهمية أحادية، تساهمية أحادية، تساهمية ثنائية، ما هو اللي بيشارك بواحدة الكترون تساهمية أحادية، اللي بيشارك باتنين تساهمية ثنائية. إذا لقيت الكربون مع الهيدروجين رابطة واحدة يبقى دي سيجما، رابطة صعبة الكسر. إذا لقيت رابطة مزدوجة يبقى واحدة سيجما والتانية بنسميها رابطة إيه؟ باي. يبقى أنا كده قلت في التساهمية في إيه؟ تساهمية أحادية، تساهمية ثنائية، تساهمية كمان ثلاثية. وفي التساهمية قلنا في تساهمية نقية، وفي تساهمية قطبية، وفي تساهمية ثالثة اسمها غير قطبية، دي اللي هي ما بين الكربون والهيدروجين، ودي مش هنتعرض ليها بأمثلة كتيرة في المنهج بتاع سنة ثالثة. عندي كمان رابطة اسمها رابطة تناسقية. يعني ايه كلمة رابطة تناسقية؟ رابطة تناسقية زي الرابطة التساهمية، بس الاختلاف حاجة، بص معايا كده، هيدروجين موجب زائد المية. المية انت عارف ان الاكسجين، وادي الهيدروجين، وادي الهيدروجين الكترون الكترون، وادي عندي الاكسجين ست الكترونات بالوضع ده، ده شارك وعمل رابطة تساهمية، وده عمل رابطة تساهمية. الاكسجين يا شباب كده عنده زوج حر، وده زوج حر. طيب الهيدروجين ده فقد الكترون، واساسا يا مصر الهيدروجين فيه كام الكترون، يبقى الاوربيتال ده فاضي، تروح ذرة الاكسجين متبرعة مشكورة، تقول ايه، ازاي اشوف الهيدروجين ما عندوش وانا عندي زيادة، فتروح ذرة الاكسجين تمنح الزوج، مش بتشارك، هناك كان كل ذرة بتشارك، لكن المصدر هنا ذرة واحدة اللي هي الأكسجين، فالزوج ده اسمه ذرة مانحة، ودي اسمها ذرة مستقبلة، والباقي اللي عندك اهو بالشكل ده، فالرابطة اللي اتكونت دي اسمها رابطة ايه؟ تناسقية. يبقى هي الرابطة التناسقية الرابطة اللي بتتم بين عنصرين، واحدة يبقى عندها زوج حر، والتانية عندها أوربيت الفاضي، المركب اللي اتكون ده بنسميه أيون الهيدرونيوم، وده هناخده في الباب الثالث بالتفصيل، اسمه أيون الهيدرونيوم، يرتبط برابطة تناسقية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الروابط الكيميائية، قلنا في روابط أيونية، في روابط تساهمية، في روابط تناسقية. آخر نوعين من الروابط، الروابط اللي هي الفلزية والهيدروجينية. الرابطة الهيدروجينية من اسمها اللي هي المتحكم فيها الهيدروجين، ركز معايا كده، آدي الهيدروجين بالشكل ده، ادي الهيدروجين بالشكل ده. يعني ايه بقى رابطة هيدروجينية؟ هي الرابطة التي تتكون عندما تقع ذرة الهيدروجين بين عنصرين لهما سالبية كهربية عالية، ترتبط مع واحدة بتساهمية وترتبط مع التانية برابطة هيدروجينية، ترتبط مع واحدة بتساهمية ومع التانية بهيدروجينية. فلو قال لك الرابطة في جزيء الماء تساهمية قطبية، لكن بين جزيئات الماء يبقى رابطة هيدروجينية، والرابطة الهيدروجينية مسؤولة عن ارتفاع درجة غليان المية. تعالوا ناخد مثال تاني، H و F و H و F و H و F، كنا درسنا الكلام ده في سنة تانية. الهيدروجين وقع بين عنصرين، يرتبط مع واحدة بتساهمية والتانية هيدروجينية، يرتبط مع واحدة بتساهمية والتانية هيدروجينية، فذرة الهيدروجين تعمل زي قنطرة تربط الجزيء ده مع الجزيء ده، الهيدروجين يعمل زي القنطرة يربط الجزيء ده مع الجزيء ده، يبقى جزيئات فلوريد الهيدروجين، يبقى إذن دي اسمها رابطة ايه؟ هيدروجينية. كنا خدنا في سنة تانية ان شكل من اشكال الروابط الهيدروجينية الخط المستقيم، الشبكة المفتوحة، الحلقة المغلقة. الرابطة الأخيرة اسمها الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية بتنشأ من الكترونات التكافؤ. يعني ايه الكترونات التكافؤ يا مستر؟ يعني الكترونات آخر مستوى، الصوديوم آخر واحد، المغنيسيوم 2-8-2، الألمونيوم 13-2-8-3. كل ما زادت عدد الالكترونات بتاعت آخر مستوى، كل ما زادت قوة الرابطة الفلزية، وزادت الصلابة، وزادت درجة الغليان. علشان كده عنصر الألمونيوم أكثر صلابة من عنصر الصوديوم، درجة غليان الألمونيوم أعلى من درجة غليان الصوديوم. يبقى احنا كده اتكلمنا في الجزء بتاع الحلقة بتاع النهاردة عن واحد، يعني كلمة رابطة كيميائية، ويعني كلمة رابطة فيزيائية، وخدنا الأنواع بتاعتهم.
اتمنى شباب وبنات ثانويه عامه وطلبه الثانويه الازهريه ان انت تكون استوعبت معايا الدرس بتاع النهارده وفهمت الامثله اللي انا قدمتها وشرحتها معاك بالتفصيل. طبعا احنا ما خدناش كل حاجه بالتفصيل لان دي عباره عن نقاط مهمه نستخدمها في منهج سنه ثالثه. ولو انت معايا او مش معايا في اي بلد في اي محافظة وبتسمعني، كمان لو مش معاك المذكرة بتاع الاساسيات انا حاطط لك المذكرة موجودة على صفحة الفيسبوك، ونزل الملفات البي دي اف اللي احنا منزلينها. الحاجة التانية، لو الفيديو انت استفدت منه او بتسمعه وليك حد في ثانوية عامة حاول تشير له الفيديو، ولو لسه ما عملتش اشتراك في القناة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، لان احنا السنة دي مش عارفين هنعمل ايه، بس ان شاء الله هنكون معاكم لغاية اخر لحظة في الثانوية العامة.